بداية، هل وزارة المالية التزمت فعلا بعدم فرض أعباء مالية جديدة على المواطن؟ طبعا هذا الكلام غير دقيق، يعني وزارة المالية ظلت على مدى الشهور الماضية ترفع في أسعار الوقود كله بين كل شهر والثاني، هناك زيادة تطرأ على أسعار لتر الوقود والجازولين عندما يتم فرض زيادة على الرسوب على الوقود، حتما ستكون هناك زيادة على وسائل النقل، ثم تكون هناك زيادة على المواطنين عبر السوق، وتكون هناك زيادات ضخمة جدا على كل العملية الانتاجية. زيادة الوقود يعني زيادة التكلفة في الانتاج، زيادة التكلفة في الترحيل، زيادة التكلفة في أسعار البضائع وحتى النقل الداخلي وحتى المواصلات وحتى وسائل السفر، كلها هناك زيادات مستمرة من قبل وزارة المالية على المواطنين. بعد 8 أشهر يتحدث وزير المالية عن موازنة وعلى أنها ليس فيها أعباء على المواطن، أليس هذا الأمر متأخر جدا؟ هو الأعباء على المواطن منذ البداية، هنالك أموال داخل وزارة المالية كانت تصرف في السابق على زيادة على الدعم المحروقات ودعم سلعة القمح والدقيق القمح المدعوم، ولكن بعد 25 أكتوبر اختفت هذه المبالغ ولم يعرف أين ذهبت هذه الأموال. والآن أسعار الخبز بدل كانت الخبز بخمسة جنيهات أصبحت 40 و50 جنيه، هذه الزيادة التي كانت تنفقها الدولة على الخبز وعلى الوقود لا يعلم أحد أين هي ذهبت غير السيد وزير المالية. الوزارة تتحدث عن اعتماد الموازنة على الإيرادات الذاتية، ما هي الإيرادات الذاتية التي تتحدث عنها؟ الإيرادات الذاتية هي إيرادات الضرائب والجمارك وإيرادات التحصيل، نقاط التحصيل المعروفة على رسوم الخدمات. تم زيادة رسوم الخدمات بأكثر من 200% لكافة المعاملات، سواء كانت معاملات رسمية، استخراج الأوراق الثبوتية، أو حتى تقديم الخدمة العلاجية، التأمين الصحي أو المستشفيات، كل هذه الفئات تمت فيها زيادات بطريقة غير معهودة، أكثر من 200% زيادات على الرسوم وعلى رسوم الخدمات. اتحاد أصحاب العمل طالب الوزارة بمراجعة ضريبية لمراجعة ضريبة أرباح الأعمال لزيادة الإنتاج، هل تستطيع الوزارة تلبية هذا الطلب؟ إذا رفضت الوزارة هذا الطلب بالتأكيد ستكون هنالك ضمور في الإنتاج، وسيكون لأن زيادة أرباح الأعمال تؤخذ دائما في نهاية العام وبعد تحصيل الأرباح، كانت 10% تقريبا تم زيادتها إلى 17%، والآن السوق يشهد كساد وكان في كافة المستويات، فاتحاد أصحاب العمل يشكو من الكساد ومن عدم وجود الشراء. زيادة على ذلك تم إيقاف التقسيط الجمركي للشركات والمؤسسات، هذه برضو واحدة من الأعباء الجديدة التي تعطل الاستيراد وتعطل العملية الإنتاجية وعملية الشراء. معروف أنه في مؤسسات في دولة المؤسسات وزارة المالية ترجع إلى مجلس الوزراء ومن ثم تجاز موازناتها، كيف تدار وزارة المالية في ظل هذه الظروف؟ الآن البلد كلها لا 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 توجد لا يوجد بها مجلس وزراء، ولا يوجد بها مجلس تشريعي، ولا يوجد بها غير مجلس السيادة الذي يترأسه البرهان، ووزراء حكومة اتفاقية جبل السلام. من أين تستسقي وزارة المالية سياساتها؟ تستقي سياساتها من قبل الوزير نفسه، هو الذي أول وزارة المالية بمفردها، لأنه أصلاً ما في مجلس وزراء، ما في مجلس وزراء أجاز ميزانية، ما في مجلس تشريعي صادق على الميزانية، فكل الحديث الذي يدور عن أن هناك سياسات وعن هو سياسات فردية أو اتخاذ قرار فردي. من الأفضل للانقلاب أنه يسمي نفسه يكون حكومة ويكون حكومة معروفة ويسمي نفسه رئيس ويسير الوزراء ويستكمل باقي الوزراء، ولكن حكومة تصريف أعمال هذه لا توجد في أي دولة من دول العالم وضع مشابه لهذا الوضع الذي يعيشه السودان. كيف ستتعامل وزارة المالية مع مجموعة من الإضرابات وربما الأخطر فيها الآن والذي تتصاعد وتيرته كل ساعة بعد الآن هو إضراب الكهرباء؟ وزارة المالية لا سبيل لديها غير الوضوح لهذه الطلبات المشروعة من قبل العاملين، سواء كان في قطاع الكهرباء
يطالبون بمساواتهم بما يجده رصفائهم في وزارة النفط، باعتبار انه الوزارة القطاعين مماثلين او يعملان في نفس الاتجاه. لا يمكن انه يكون هنالك مؤسسة الدولة تأخذ رواتب عالية جدا وأخرى بيؤدي نفس الوظيفة بيأخذوا رواتب مؤسسة أو رواتب قليلة. فهذه على وزارة المالية، إن لم تدرك ذلك سيكون الأمر خطير جدا. ولكن في معلوماتي أنه هنالك قبول لبعض الطلبات التي دفع بها عمال قطاع الكهرباء، وربما تجد حل في الساعات القادمة. هل عند وزارة المالية الآن قدرة على تنفيذ الطلبات دي؟ عندها ذلك، تمتلك ما تزيد به رواتب قطاع الكهرباء. نعم، أشكرك.